السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد، ولكن هذا النهار ان شاء الله غادي يكون مختلف كاع على الفيديوهات اللي كنت كندير معكم. هذا النهار عندنا واحد سوربريز غادي يديرها بابا الباسيدي، وغي خليكم معنا في هذا الفيديو حتى التالي ان شاء الله باش تعرفوا شنو غادي يدير ليه وشنو هي المفاجاه اللي غادي يديرها ليه. صراحه هو شحال هذه هو باغي يديرها ليه، ولكن ما كانش عارف شنو غادي له، فهمتوا؟ يعني ما عارف شنو غادي له في الكادو او لشي حاجه وصافي. المهم اليوم مشى تقدى ليه داكشي اللي خاصو هذا، وانا بالدور ديالي غادي نوجد شي حويجه هكا صغيره يعني باش نحطوها في الطبيله ولا شي حاجه. راكم عارفين العيالات كيتكلفوا بالكوزينه، وبابا مشى يجيب قدي غرضو غير في الزنقه. المهم جيت انا وماما دابا باش غادي نتعاونوا انا وياها على هذا الشيء هذا اللي قلت لكم. هي غادي تصوب حاجه وانا غادي نصوب حاجه، وهكا يعني باش كتسهل علينا القضيه، كل واحد يدير حاجه. وحتى انا يعني كيعجبني ندخل الكوزينه بزاف، خصوصا نقضي شي حاجه هكا لشي حفيله اولا شي حاجه، كنموت على داك الشيء. المهم دابا تفهموني ولا لا؟ ياك ماما، السلام عليكم وليداتي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، باش تهلاو في يوسف. لان محتاجه للدعم ديالكم ان شاء الله يا ربي، وحيكوننا محتاجين لله سبحانه وتعالى. ولا عاونتونا ربي يعاونكم حتى نتوما، حنا في هذه القناه كنتعاونوا وانتوما كتعاونونا، وبالفضل ديال الله وديالكم ان شاء الله حنا خدامين. وخليكم معنا ان شاء الله. المهم خليكم معنا ان شاء الله في هذا الفيديو، غادي يكون زوين، وخصوصا في التالي غادي تعرفوا ان شاء الله شنو غادي يجيب بابا البسيدي. وانا متاكده غادي يكبر به ويجيب له شي كادو زوين. ومهم ويخليكم معنا باش تعرفوا شنو غادي يكون وشنو غادي نديروا انا وماما ان شاء الله. غادي نقادو دابا الكوزينه فين غادي نصوبوا داكشي ديالنا، وهانتوما معنا. المهم البنات كيف ما شفتوا معايا، دابا غادي نبدا نصوب واحد الكيكه اللي بسيطه، مكونات بساط وسهله، يعني مول فين كنصوبوا هكا الا جاوب ديالها على غفله اولا شي حاجه. بسيطه بزاف. عندنا نص كيلو ديال الطحين، وكاس ديال سنيده، ثلاثه البيضات، هنايا شويه ديال الملحه، وهنايا القشور ديال التشين، هما يابسين ومطحونين، لقيتهم عند ماما. ماما كديرهم في عوض الخميره بيضاء، كتنسم بيهم فهمتوا، يعني في عوض ما تشري خميره بيضاء. هادو موسيم زوين صراحه غزال. وعندي هنا نص كاس ديال الزيت، وصافي هادشي اللي كاين. غادي نبدا دابا نخلط المكونات ديالي، ومن بعد عاد نولي نزيد واحد الكاس ديال الماء باش كتطلق شي شويه، وصافي هادشي اللي كاين. خليكم معنا. المهم البنات كيف ما قلت لكم، بعد ما صوب داك المسكوته هذيك ودرتها في المول ديالها ودخلتها للفران راها كطيب. دابا جينا باش ماما غادي تصوب لينا غريبه ديال السميده والكوك ان شاء الله. وطبيعه الحال مع حليمه الفلالي ضروري هي المساند الرسمي ديالنا. هذا المساند والله سبحان الله تعالى. غير مقلقينه ماما، ايوا شويه هكا وشويه هكا، يبقى حيت انا دابا كنسى. كتنسي المشكله كنسى. وريتها لها في الصباح، ودابا راه كتعاودها، وفي نفس الوقت كدير داكشي اللي كتهز هذا. أيوة. والمقادير هما هنايا، والسي امين حتى هو كيتعلم امين. سلم المتتبعين ديالي. السلام عليكم كيدات المشاهدين، داركم مطر زوين جيم، وحشتكم نح عليك. يخليك ليلي. صوب بعدا خليك ليلي. المهم البنات هانتوما كما كتشوفوا راهم كيصوبوا داكشي، والكيكه ديالي ها هي جدات، بلاتي شويه تتبرد، غادي نخليها هنا حتى تبرد، عاد غادي نجبدها من المول. وفاطمه زهره حتى هي كتعاون ماما، وداروا غريبه هانتوما كيف ما كتشوفوا. شوف محاوجه كيراقب ضروري. تبارك الله عليكم. غير ملي نقول واحد جوج ثلاثه هزيت ديكم. انتزاع.
يا الله يعاونكم تبارك الله عليكم. هكا خلي وحيده ما بين وحيده زعما تسيح. ايوا ما نعرف كتزيد اما ما تكبر على هكا ماشي صويرتي صغراتي لا. عطاكم الله الصحه شي باين زوين الله يوديه يا دي الله يا صحه القاس ما شفنا ما شفتونا ما شفناكم ما شفتونا ما شفناكم. او تبارك الله على ميمه وخلاص عطاك الله الصحه ميمه. جات كتحمق مع انا صراحه صراحه ما عنديش مع غريبه بزاف ولكن هذه واخا غير سميده وعاديه عاديه بزاف وهكاك جا فيها واحد المذاق رائع وتبارك الله على حليب الفلالي ماشي ميمه ما عليناش صراحه جات غزاله واخا في المنظر تبان لكم هكا راه في المذاق واو. وبالنسبه للكيكه ديالي ها هي راني جبتها وحيتها من المول هانتوما كيما كتشوفوا وحتى هي واو وحتى ديال الواو فانا نشكر راسي شي شويه غادي نسقيها بشويه ديال الكونفيتور ديال الفريز مع انا كنموت على الكونفيتور ديال الفريز كنحمق عليه وشويه ديال الكوك حتى هو غادي نزيدو من الفوق وصافي. هادشي اللي كاين البنات صراحه جات غزاله حتى هذه وخا صغيوره محقوره مسكينه ولكن معليش حتى هي غزاله نبقاو باش نعمروا الطبيعه داك الشيء راكم عارفين. هذه ما تعدتليش واحد نص ساعه هذه ما تعدتليش نص ساعه بتصوابها بكل شيء حتى في الطياب ليك ميمه في الطياب واحد ثلث ساعه عندك ليها في الطياب وفي الصوب وداك الشيء سهله سهله بزاف ودغيا طلعت تبارك الله وتفكعت غزاله. وانتم معايا غادي نصوب ليها هادشي ديال التزيين وخليكم معنا. وحنا دابا رحنا كنوجدوا دابا الكيكه ديالنا وكيف ما العاده ما بينا ما علينا احتاجت عندنا امتي صراحه مفاجاه غزال والله مشى عندهم يوسف هاد النهار وجابها معاها ولكن خساره ما جابتليش صاحبتي ان شاء الله حنا غادي نجيو عندهم في التالي ديال الشهر ان شاء الله. وتبارك الله على بنت خويا حدا كاع خويا اللي صوبت انا راه كنحط ماشي مشكل عرفتي والله الا فرحت ملي جات قلت غادي تشارك معنا هاد العشيه هادي وهاد الفرحه ومرحبا بك عمتي. يلا زيد الكاميرامان بسم الله بسم الله هو اللي حل لا تحل انت النوبه عليك فادي محمد بعدا كاين اللي طاح فيها ولا ما كاينش؟ لا تبارك الله كاين اللي طاح فيها الكتاب راه عندي عامر بالجواب الصحيح لانه هو غلفوا بهذا الكاغيط ما عرفنا شنو تما بزاف توقعات كاين اللي طاح فيها كاين اللي طاح فيها تبارك الله والمغاربات كاينه وحده قتلوا جلابه الكادو جلابه دخلت عليكم بالله خوتي والجلابه غادي تخشى في هذا الكرتون هادي شي قب قب غير قب ديالها ولا تربوش. يلا بسم الله على بركه سيدي الكاميرامان تفضل. يلا واحد جوج ثلاثه لا تسنى نحسبوا لهم انا واحد حتى 10 يلا سير انتوما كتحسبوا لا انا عارفه انتوما كتحسبوا ولا كنحل ومش وقاش انا بزاف انت عارفه ندير مع التنازلي واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه عشره 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 الله 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 عليك اولادي انت يفاجئوا وليداتك بالخير سنعود بعد قليل بسم الله على بركة الله صحة وراحة شكرا 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 ويقبل شكرا صحة وراحة شكرا هلا هلا يا سيدي هلا الحمد لله كاين تبارك الله الناس اللي قال لك تما تليفون لا لا بانت لي زعما كبر هاتف القلب من جودة عالية بالصحة والراحة الله يرضى عليك الله يكون صحتك الله يرضى عليك ما نعرفلوش شيء وانت غتعلم شوية بشوية شوية بشوية ان شاء الله ان شاء الله حتى واحد ما خلق مع اليوم ان شاء الله ان شاء الله يلا خوينا اسد ديروا لك وليداتك ان شاء الله بالخير الله يرضى عليك وليداتي وليدات العشرة هو كيقول لهم ديروا لايك ديروا لايك هو كيدافع عليك من زعما ديروا لايك ديروا لايك ياك بابا راه شاد النعاس مسكين كيحفظ عليك جاك النعاس بابا يلا شويه ونعسوا بحالنا شبيك وليداتي